ومن الموصل ينضم إلينا القيادي في تحالف عزمة حسام الدين العبار. أهلا بك يا سيد حسام. يعني سيد حسام، 22 قرار يخص نينا وخرج بها الكاظمي والكابينة الوزارية اليوم، ما هي تقييماتكم لهذه القرارات؟ هل برأيك هل هي كفيلة بإعمار مدينة الموصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لكم ولمشاهدين قناة يو تي في الفضائية حول إتاحة الفرصة والمجال لتسليط الضوء على زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة نينوى. هذه الزيارة يعني تعاد هي زيارة نوعية مع وجود الكابينة الوزارية والخروج بقرارات مهمة جدا وحساسة تهم المواطن. لكن الملاحظ أن اليوم الرئاسات بدأت تتوالى على محافظة نينوى فترة بعد فترة من أجل تحريك الملفات التي كانت عالقة. إحنا اليوم المواطن في محافظة نينوى، وبعد أن تم تحرير المحافظة أكثر من أربع سنوات، اليوم المواطن لم يلمس من القرارات التي قررتها الحكومة، الجهة التشريعية أو الجهات التنفيذية، لم يلمس أي شيء في واقع الحال. خصوصا اليوم عندنا ملفات التعويضات وملف الخدمات والقضايا الصحية الموجودة، وكذلك ملفات التصاريح الأمنية اللي سابقا تم تسليط الضوء عليها وإصدار قرار بخصوص إلغائها، لكن لا زال هذا الموضوع اليوم لم يجد له حل تجاه معاملات المواطنين. فبالتالي إذا كانت هذه الزيارة زيارة تكون فيها لجنة لمتابعة هذه القرارات وتنفيذها من خلال الدوائر الخدمية، سيلمس المواطن الشيء الإيجابي فيها. أما إذا كانت قرارات ولا تفعل هذه القرارات، فبالتالي ستكون كسابقاتها من الزيارات التي حصلت لرئيس الوزراء ولبقية الجهات التنفيذية في الحكومة الاتحادية. طيب سيد حسام، برأيك عملية إعمار نينوى من أين يفترض أن تبدأ؟ من المدينة القديمة في الموصل أم من المطار أم ربما بإعادة تأهيل المصانع؟ سيدتي الكريمة، اليوم محافظة نينوى تعاني من خراب ودمار كبير جدا، وملف التعويضات هو يشكل الملف الأبرز للموصل القديمة، وكذلك ملف السكن وملف المطار. فبالتالي اليوم محافظة نينوى محافظة مشلولة ومدمرة، لا فيها تعويض ولا فيها مطار ولا فيها قطار ولا فيها مشاريع استثمارية. فبالتالي اليوم نسبة البطالة في محافظة نينوى نسبة عالية جدا. هل اليوم بحاجة إلى تحريك المصانع وتحريك الاستثمار، وكذلك البدء وبشكل سريع بصرف مستحقات المتضررين جراء العمل العسكرية، لأن اليوم المحافظة مكبلة بهذه الملفات اللي الحكومة الاتحادية تكاد تكون معرقلة لجميع الملفات للمواطنين. فإذا كانت هذه الزيارة بشكل إيجابي تخص متطلبات المواطن، ويكون المواطن في محافظة نينوى يلمس هذا الإجراء الصحيح، نعتقد ستحل كثير من الملفات في المحافظة. أيضا سيد حسام، يعني الكاظمي عزا سقوط نينوى بيد داعش إلى الفساد وسوء الإدارة. أيضا طالب موصليون عبر يو تي في مرات عديدة بمحاكمة الفاسدين ومن هدروا المال العام. برأيك هل سنشهد ملاحقات للمتورطين بملفات الفساد في الأيام القادمة؟ يعني ملف سقوط الموصل والمسؤول عن هذا الملف، شكل البرلمان لجنة في محاسبة المقصرين، لكن حقيقة لم يجد هذا الملف أي صدى أو أي تفعيل له في الجهات القضائية وفي الجهات الحكومية. اليوم كل من كان سبب في سقوط محافظة نينوى بيد داعش الإجرامي يجب أن يحاسب مهما كان سلطته العسكرية أو الإدارية، لأن اليوم كثير من الناس اليوم لا يعرف مصيرهم، كثير من الجثث اليوم مجهولة المكان. فبالتالي ملف كبير جدا بهذا الحجم لم يلقى أي صدى من قبل الحكومة الاتحادية. نتأمل أن تكون هناك معالجات ومحاسبات للمقصرين ومن الذين تواطؤوا في سقوط هذه المدينة. جزيل الشكر للقيادي في تحالف عزمة حسام الدين العبار، شكرا جزيلا لك.